أغمضت عيناه بقطعة قماش وقالت له: هنالك مفاجأة بانتظارك. وأحرقت جريمة صادمة هزت الشارع العراقي ومحافظة الديوانية تحديداً. ما حسيت إلا والنار تشتعل بي وبسيارتي، هذا ما قاله الضحية حامد قبل ساعات قليلة من وفاته في مقطع فيديو مسجل له. فماذا حصل بالضبط؟ لا تطلق أصاب عدي هدية تذكرها، قلت لها شين هديتش؟ قالت غمض عيونك وانا غمض عيوني لا تمدني وبص صورتك. القصة بدأت طبيعية، الشاب حامد خرج مع خطيبته لتناول العشاء والتي اشترطت أن يأتي بسيارته وبمفرده وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية. كما يقال أنها اتصلت بوالده وأخبرته أنها ستبعث لهم الليلة مفاجأة. وخلال عودتهما طلبت منه التوقف لمنحه هدية، ثم ربطت عينيه بقطعة قماش حتى لا يرى ما سيحدث، ثم سكبت عليه البنزين داخل السيارة وأشعلت فيه النار ليلفظ أنفاسه محترقاً. الغريب بالأمر خروج جانية من التوقيف في مركز الشرطة بكفالة مالية ولم يتم القبض عليها، والأغرب أن تفاصيل الحادث وأقوال المتهمة لا تزال مجهولة تماماً.